أقول أيها الإخوة الكرام بأن هذه الأكاديمية المباركة هي إحدى ثمرات الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، حيث أريد بهذه الأكاديمية أن نتجاوز مرحلة التظاهر والانفعالات الوقتية والعمل الجماهيري الذي يكون نتاجا لحدث معين إلى عمل أكاديمي مؤسس ترجى ثمرته على المدى القريب والمدى البعيد إن شاء الله. وهذه الأكاديمية توفر على وضع برامجها وتصميم دوراتها مجموعة من الأكاديميين المتخصصين، ممن سمى فضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير بعضهم، وهم جميعا أصحاب يعني خبرات وأصحاب تجارب سابقة في هذه المجالات. وبالجملة من أجل أن أترك التفصيل لأخينا الدكتور سميح، هذه الأكاديمية إن شاء الله ستعمل على مسارين، مسار أكاديمي ومسار جماهيري. أما المسار الأكاديمي فهو يعادل التخصص، بمعنى أن هناك دورات ستقام في العلوم الإسلامية الشرعية الأصلية فيما يتعلق بالسيرة النبوية، التاريخ الإسلامي والفقه والتفسير والحديث والأصول وما إلى ذلك من علوم لا يستغني عنها طالب العلم الشرعي الذي يراد منه خدمة هذا الدين ونصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما المسار الثاني فهو المسار الجماهيري الذي يعتمد دورات قصيرة يراد منها إشراك يعني فئة واسعة من المسلمين في الانتصار لنبينا عليه الصلاة والسلام.